شيع اليوم أهالي قرية أبو خروع التابعة لمحافظة الإسماعيلية جثمان الشهيد محمد طارق عادل الذي استشهد أمس في عمل إرهابي غادر بمدينة أبو محافظة شمال سيناء. يعني نحن الآن داخل سرادق العزاء الخاص بالشهيد، معنا شقيق الشهيد. يعني أولا البقاء لله، وتحب تقولي للإرهاب بيحصل في سيناء؟ لا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على كل بيت على كل بيعملوا في الابرياء الناس دول. يعني معنا خال الشهيد للحديث عن اللمحات الإنسانية الخاصة بالشهيد، خاصة بأنه كان قد تمت أو قام بخطوبته قبل شهر من الآن. يعني هو الشهيد كان خاطب تقريبا كان خاطب وفاضل له 30 يوم ويطلع من الجيش ويتجوز، بيجهزوا له في البيت على انه يجوزوه مجرد ما يطلع من الجيش، ولكن القدر ما ادناش الفرصة ان احنا نعمل له حاجة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل هذا العمل. هو عمل طبعا لا انساني ولا ديني، واذا كانوا هم بيقولوا ده الدين امال احنا نكون يعني وضعنا ايه؟ كم من البشر اللي قلوبها بتنحرق دي ذنبها ايه؟ ان كانت الناس دي بتطالب بالدين وهم بيقولوا احنا المسلمين امال بقت البلاد دي شكلها ايه؟ وذنب الاهالي ايه اللي بينحرق دمهم كل ساعة والتانية دي؟ معنا أيضا عم الشهيد. يعني كنا عاوزين نعرف من حضرتك، الشهيد يعني في أيامه الأخيرة كان عنده إحساس إن هو هيستشهد؟ حضرتك أنا مثلا، هو في الطبيعي هو بيجي من الأجازة بيشتغل عندي وعندك وعند ناس قاعدة حالهم، يعني هو الابن الأكبر، واخد بال حضرتك؟ طبعا آخر لقاء معاه إن هو طبعا يعني قبل الحادثة بساعات اتصل بيا يوم الخميس الساعة 9:30 بالليل، تمام؟ هو الله يرحمه خلاص والعوض على الله، واخد بال حضرتك؟ تمام. لكن المهم اللي بعد شوية فيران بيضحكوا علينا وعلموا علينا. يعني كانت هذه اللقاءات من داخل سرادق العزاء الخاص بالشهيد محمد طارق عادل ابن الإسماعيلية وعزبة أبو خروع. أنا أعود مرة أخرى للاستوديو. صار يا عم الله يهديه. افتح رباط تاني يلا. تعالى هديني رباط تاني من المطر. ولا حاجه.